بدري عليك. شوت يا عيال، راسي صداع يا ابوي، رجت امنا من اليوم. هاي راسي، هاي راسي، يا انك تاخذ لك مسكن او انك تسترجل وتنبكم. اخذت مسكن ما فات. ترى ما تعصب راسك بخرزه ولا بي قماش، ترى الحركه زينه وتشيل الصداع. طيب جيب الخرقه اللي فوق راسك. شو مش ما غير خرزه؟ بعدين ما والله اعطيك اياه تحطه فوق شوشك هم يابسه يا المدود. يوه يا صالح، فين المراجل والشيلات ولا شكله كلام فاضي؟ افا والله لا شيل عيب ولد عمي. تعال يا عزوز، خذ شماغي وعطى شكش. اقول خف علينا يا نمر بن عدوان، اقول العب بس. اقول اسكت بس. يا اخوان الحبة اللي في رقبة عامر مني مطمنة على الآخر. شلون ما تطمنت له؟ كل العالم يطلع له حبوب. اي ليش منزلين الصوت لكم كذا؟ يا فوقي وقت صوتك ممنوع منعا باتا. عامر يدري عن الحبة هذه، تمام؟ إن راحت من لحالها الخير وأهله، لكن لو ما راحت وشكله ده المتوقع، أنا راح أوصل له المعلومة بالطريقة الدبلوماسية. اتفقنا يا عيال؟ اتفقنا. عامر عامر، في رقبتك حبة تخوف. الحين هذه الحبة برقبتي أنا. ايوه يا عامر، في رقبتك أنت. أكيد، يعني ما هي بمقطع فيديو ولا واحد ثاني. انت يا عامر، انت ياسر لا يكون تلعبون علي حاطين فلتر بالسناب. لا يا عامر، والله مو فلتر بالسناب ولا شيء، ابلش. وزي ما قلت لكم في اسباب متعدده بناء على شكل الحبه وعلى ماذا تحتوي. في حبوب بتدل على الاصابه بالجدري او الحصبه، وفي حبوب بتدل على الاصابه بمرض داخلي جوه الجسم، فالجسم بيبعت لنا الارم ان في انفليكشن جوه بناء على شكل الحبه. فانا انصح محدش يلعب في الحبه ولا يعرضها للشمس وبعض الانواع من الاقمشه لحين عرضها على طبيب مختص. الحبة الكبيرة تجيب لك مرض خطير. شيك؟ ها؟ لا ما في شيء. ايش الصوت اللي مشغله؟ لا عاد تدخلين الغرفه كذا فجاه، يلا دزيها يلا. مريض؟ ايش دراها؟ يمكن شافت الحبه. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. ها؟ ليش الحمد لله على السلامة؟ طالع من السجن انت لبسك ذا. مسوي تذب بنت وجهك؟ كل ولا يكثر بس، كل. ايه لا تنفخ عليه، ما سوى لك شيء. لا يا شيخة، مسوية فزعة انت، ما هو بشغلة ستطلعي منها أحسن لس. يا الله صباح خير. الناس بتصبح على خير، وأنتم تصبحون على هواش. هذا اخوكم الكبير احترموه. يبا هو اللي بادي، امس طاردني من غرفته واليوم هاوش سليمان. بلا بثاره، غرفتي ما بيستطبينها، اوكي؟ خلاص، على الاقل احترموني انا وابوكم. يلا افطروا. لا تناظر يا بزر انت وياه، لا تناظر. بسم الله. يا جماعه مشان الله انتبهوا من اقل البقوليات.
لأنه بتزيد من مضاعفات بعض الحبوب الناتجة عن الحساسية. برضو مشتقات الألبان كالحليب والجبنة والقشطة، الحاجات دي بتعمل مضاعفات وتهيجات، لذلك بنحذر لجميع الناس اللي عندهم الأعراض دي ما يتناولوها. المنبهات كذلك مثل الشاي والقهوة نحذر منها وبشدة نظراً لما تسببه من مضاعفات وتهيجات.